إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة، نكمل شابتر 1. كنا اتكلمنا في شابتر 1 على الانترودكشن للبروجكت مانجمنت، عرفنا يعني ايه بروجكت مانجمنت وأهمية البروجكت مانجمنت في إدارة البروجكت اكتيفيتيز، اتكلمنا على الفريم وورك للبروجكت مانجمنت، قلنا مفروض بيبقى موجود مجموعة من الفانكشنز، بيبقى في حاجة اسمها البروجكت تايم مانجمنت، البروجكت كوست مانجمنت، البروجكت سكوب مانجمنت، البروجكت كواليتي مانجمنت، وقلنا على الفانكشنز دي بسميهم الكور فانكشنز، بالإضافة للفور كور فانكشنز دول قلنا ان في ما يسمى بالفاسيليتيتنج فانكشنز زي الكوميونيكيشن مانجمنت، زي البريكيورمنت مانجمنت، زي الريسك مانجمنت، زي الاتش ار مانجمنت. قلت بيحصل انتجريشن بتوين الكور فانكشن والفاسيليتيتنج فانكشن عشان في النهايه يحصل البروجكت ساكسس، او يحصل ان انا احقق الاوبجكتيفز الخاصه بالبروجكت بتاعي. برضو اتكلمنا مع بعض في اول شابتر على الجزء الخاص بعمليه البلاننج، عمليه السكيدولينج، عمليه الكنترول في الاكتيفيتيز من خلال البلاننج السكيدولينج والكنترول، وقلنا ان في مجموعه من التولز بتستخدم داخل كل مرحله من المراحل. ادينا على سبيل المثال ما يسمى بالبروجكت تشارتر، وعرفنا ايه هو البروجكت تشارتر وايه هي التفاصيل اللي بتبقى موجوده داخل البروجكت تشارتر. اتكلمنا على ما يسمى بالورك بريك داون ستراكشر او الدبليو بي اس، وازاي بيعرض لي التفاصيل المختلفه للبروجكت اكتيفيتيز. ابتدينا نتكلم بعد كده على الجزئيه الخاصه بالتكنيكس اللي بتستخدم مع عمليه الاداره او اداره المشروعات، زي البيرت اناليسيس، زي الكريتيكال باس ميثود او السي بي ام، بعض التولز زي الجانت تشارت، وابتدينا نوضح ايه اللي بيتم داخل البروجكت اكتيفيتيز. في نهايه المحاضره ادينا ما يسمى بالاكتيفيتيز ديبندنسي، او ازاي الاكتيفيتيز بتعتمد على بعضها، في علاقات بتبقى موجوده ما بين الاكتيفيتيز. قلنا مثلا finish to start او finish to finish، ودينا مجموعه من الريليشن شيبس بتوين الاكتيفيتيز. النهارده هنتكلم على ما يسمى بالبروجكت نتورك دايجرام. هنبتدي نستعرض في البدايه يعني ايه بروجكت نتورك دايجرامز. هنتكلم على المين تايبس اوف بروجكت نتورك دايجرامز، هنركز على النوعين الاساسيين للبروجكت نتورك دايجرام. في نوع منهم بيسمى الاكتيفيتي اون نود اللي هو الاي او ان، وفي منهم بيسمى الاكتيفيتي اون ارو او الاي او اي. هنتكلم على السكيدولينج اوف اكتيفيتيز، ازاي اعمل جدوله للاكتيفيتيز، بمعنى ان انا ازاي احسب التايم الخاص بكل اكتيفيتي، زمن الستارت وزمن الفينيشنج، وهل الاكتيفيتي دي بيحصل فيها ديلي ولا لا، وهل الديلي ده بيأثر على تأخير الاكتيفيتيز اللي بعد كده، وهل بيأثر على البروجكت كومبليشن تايم ولا لا. كل الكلام ده هنشوفه داخل المحاضرة بتاعت النهاردة. لو بتكلم على البروجكت نتورك او النتورك دايجرامز، بقول النتورك دايجرامز او النتورك اناليسيز ده جنرال نيم بيطلق على سبيسيفيك تكنيكس. التكنيكس دي بيبقى البيربوز الاساسي او الغرض الاساسي منها ان هي تعمل لي بلاننج، ان هي تعمل لي مانجمنت، ان هي تعمل لي كنترول على البروجكت او البروجكت اكتيفيتي. يبقى النتورك اناليسيس بيتعمل بيكون الغرض منه ان انا اقدر اعمل تخطيط واداره وتحكم في العمليات او الاكتيفيتيز اللي بيتكون منها البروجكت. فعشان كده هلاقي ان النتورك دايجرامز دي
بتوضح لي السيكونس اوف بروجكت اكتيفيتيز. يعني هشوف من خلال النتورك دايجرام مين الاكتيفيتي اللي بتستارت البروجكت، مين اللي ببدا بيها البروجكت، ومين الاكتيفيتي اللي بنهي بيها البروجكت، وايه الريليشن شيبس اللي موجوده ما بين الاكتيفيتيز. هل في اكتيفيتيز بتستنى اما الاكتيفيتيز تخلص بالكامل وتبتدي تبدا، ولا في اكتيفيتيز بيحصل فيها اوفرلاب، ولا ايه بالظبط؟ فالكلام ده بيتضح من خلال النتورك اناليسز او النتورك دايجرام. طيب لو بتكلم على المين ستراكشر او المكونات الاساسيه للبروجكت نتورك او النتورك دايجرام، النتورك دايجرام هو عباره عن مجموعه من السيركلز بتسمى النودز، ومجموعه من الاسهم او الاروز اللي بستخدمها عشان تشير للسيكونس الخاص بالاكتيفيتيز. طيب واحنا بنتكلم على النتورك دايجرام قلنا ان احنا هندرس نوعين، حاجه بتسمى الاكتيفيتي اون ارو، حاجه بتسمى الاكتيفيتي اون نود. طبعا سواء اكتيفيتي اون ارو او اكتيفيتي اون نود، في الاخر بلاقي ان بالتبادل ما بين الاروز وما بين النودز بيبتدي يتضح لي الاكتيفيتيز والسيكونس بتاعها والايفنت او الحدث بيبدا من فين. يعني لو انا بتكلم على اكتيفيتي اون ارو هلاقي ان الايفنت بيتمثل بالنود. يعني انا هقول ايفنت نمبر 1 احطه جوه دايره واشاور بالسهم واكتب الاكتيفيتي على السهم، فده بسميه اكتيفيتي اون ارو. او هلاقي اكتيفيتي اون نود ان انا الاقي ان النود نفسها مكتوب داخل منها الاكتيفيتي. يعني انا اكتيفيتي A، اكتيفيتي B، اكتيفيتي C هبتدي اكتبهم جوه النود، والاسهم هتشير لاتجاه السيكونس الخاص بالمشروع او بالاكتيفيتي. يعني سواء كان اكتيفيتي اون نود او اكتيفيتي اون ارو بلاقي ان الدايجرام مكون من مجموعه نودز ومجموعه اروز بيمثلوا الاكتيفيتي والايفنت اللي بتحصل. يبقى احنا اتكلمنا وقلنا ان في two types of activities او two types of diagrams هيتضح الكلام ده دلوقت من شرحنا مرة تانية. احنا بنقول ان الديجرام او النتورك ديجرام هو مكون من مجموعة من النودز ومجموعة من الاروز. مجموعة النودز والاروز بيكونوا ما يسمى بالاكتيفيتيز والايفنت، الحدث اللي بيحصل والاكتيفيتيز اللي موجودة بيتكون منها المشروع. في طريقتين لتمثيل الكلام ده، في طريقة اسمها اكتيفيتي اون نود او الاي او ان، النودز ريبريزنت الاكتيفيتيز. يعني هلاقي ان النودز مكتوب بداخل منها اسم الاكتيفيتي. يعني مثلا اكتيفيتي A، انا مسمي اكتيفيتي A دي ان هي اكسكافيشن او هعمل عملية حفر، يبقى الاكتيفيتي اللي اسمها A دي عملية اكسكافيشن. بقول الاكسكافيشن هياخد مثلا 4 days، يبقى انا كده برسم جوه دايرة بكتب A، يبقى ده كده اسمه اكتيفيتي اون نود. يعني اكتيفيتي مكتوبة داخل سيركل او مكتوبة داخل دايرة. طيب عايز اكتب اكتيفيتي B بعدها، فاكتيفيتي بي برضو هروح كاتب السيمبل اللي هو بي داخل دايرة، ووصل ما بين ايه وبي بسهم. السهم ده بيقول ايه؟ بيقول ان اكتيفيتي بي لازم تستنى اكتيفيتي ايه لما تخلص، فبالتالي ده اللي احنا بنسميه اكتيفيتي اون نود. طيب الاكتيفيتي اون ارو، الاكتيفيتي اون اروز، الاروز هي اللي بتمثل الاكتيفيتيز. يعني ايه؟ يعني بدل ما بكتب الاكتيفيتي داخل دايره والسهم يشير للسيكونس، لا انا بكتب جوه الدايره رقم الايفنت. يعني انا هكتب رقم واحد او الاكتيفيتي رقم واحد واشير بالسهم واكتب اسم الاكتيفيتي على السهم. طيب الكلام ده بيظهر ازاي؟ لو احنا بصينا كده على الحالات اللي قدامي دي، لو انا بصيت على الدايجرام من اول نظره هبتدي اعرف ان ده اكتيفيتي اون ارو. ليه؟
لان الاكتيفيتي اون ارو، زي ما اتفقنا ان الاكتيفيتيز بتتكتب على السهم، ما بتتكتبش داخل النوت او داخل الدايره. يعني انا هنا الاقي النوت فاضيه، هنا النوت فاضيه، هنا النوت فاضيه، بينما الاروز مكتوب عليها مين؟ مكتوب عليها الاكتيفيتيز او اسماء الاكتيفيتيز. فعشان كده دي بسميها اكتيفيتي اون ارو. لو انا لقيت الاكتيفيتي مكتوبه جوه الدايره هنا، يبقى دي اسمها اكتيفيتي اون نوت، يعني الاكتيفيتي مكتوبه داخل النوت. طيب انا عايز اترجم الكلام ده او الدايجرام ده. لو انا بصيت هنا بلاقي ان ده بروجكت مثلا، البروجكت ده مكون من 3 اكتيفيتيز. مين هم الاكتيفيتيز دي؟ A B and C. طيب الرسمه بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الاكتيفيتي A دي هي عباره عن ستارت اكتيفيتي. ايه اللي عرفني؟ مفيش اي حاجه بتسبق ايه، يعني مفيش اي حاجه في الرسمه بتسبق ايه. معنى كده ان الستارت اوف بروجكت او بدايه المشروع هيبدا من عند اكتيفيتي ايه. طيب السهم بيشير لايه؟ لبوينت او لنود. النود دي بتقول لي انه بيخرج منها سهمين. معناها ايه؟ معناها ان الاكتيفيتي بي واكتيفيتي سي ما ينفعش ان هم يبتدوا غير لما اكتيفيتي ايه تخلص. يبقى ده معنى الاسهم، يبقى ده الستارت بتاع المشروع. ايه خلصت بالكامل ابتدي ابدا مين؟ البي والسي. يبقى القاعده بتقول لي اهي، او السيتويشن او الحاله بتاعتي بتقول لي ان ايه ماست فينيش بيفور ايذر بي اور سي كان ستارت. يعني ما ينفعش ان اكتيفيتي بي او سي تبدا غير لما ايه تخلص. طيب السيتويشن الثانيه، الحاله الثانيه، الحاله الثانيه بتقول لي ان A وB start activities، مفيش اي حاجه قبل الA ومفيش حاجه قبل الB، فبالتالي الA والB هم start activities، يبقى دول بدايه المشروع. طيب السي، السي ما ينفعش تبدا غير لما الA تخلص والB تخلص. يعني ايه؟ على سبيل المثال لو انا قلت لك ان اكتيفيتي A دي عشان تخلص هتاخد 3 ايام، يبقى انا عشان اخلص اكتيفيتي A مدتها 3 ايام. طيب واكتيفيتي B مدتها 7 ايام. طيب عشان C تبدا بعد الثلاث ايام ولا بعد السبع ايام؟ لا، لازم تستنى السبع ايام كلهم. ليه؟ لان الرسمه بتقول لي ان السي ما ينفعش تبدا غير لما A وB يخلصوا، يبقى لازم دي تخلص ودي تخلص. يبقى انا بالتالي بقول اهو بص A and B must finish before C can start. يبقى ما ينفعش ان C يحصل لها starting بدون ما A وB يخلصوا. طب دي الحاله الثالثه، الحالة التالتة بتقول لي إن A و B دول start activities. طيب و C و D ما ينفعش يبدأوا غير لما A و B يخلصوا. يبقى أنا كده بقول both A and B must finish before either of C or D can start. طيب هنا بقول إن activity A start activity، مفيش حاجة قبلها. activity B بتعتمد على إيه؟ يعني لازم ايه تخلص بالكامل عشان بي تبتدي. طب نفس الكلام سي لازم تخلص عشان دي تبتدي. طيب ايه قصة السهم اللي في النص ده او الداش لاين ده؟ الداش لاين ده بيقول لي ان دي مش بس معتمدة على سي، ده معتمدة على مين؟ على ايه؟ يعني عشان دي تبتدي لازم A تخلص وC تخلص. يعني لو A كانت 5 أيام وC 10 أيام، يبقى أنا لازم أستنى العشر أيام كلهم عشان أبدأ الدي. طيب هو ليه ما عملهوش خط زي ده؟ ليه عملوا داش لاين؟ لأن أنا لو عملته خط في الطريقة بتاعت الأكتيفيتي أون أرو، إحنا اتفقنا إن كل سهم هيترسم لازم يتكتب عليه سيمبو. طيب الخط اللي أنا هرسمه ده ايه السيمبول اللي هيتكتب عليه؟ ما ينفعش ان انا اكتب عليه اي حاجه، فبالتالي ما ينفعش ان انا اسيبه فاضي، لان الطريقه بتقول لي اكتيفيتي اون ارو، يبقى لازم اي سهم هترسمه هيبقى موجود عليه اكتيفيتي. طيب ايه لازمته الخط ده؟ الخط ده
بين لي ان الاكتيفيتي دي معتمده على الاي والسي. طب لو اتمسح بقت المساله غلط او بقت الرسمه غلط. ليه؟ لان لو اكتيفيتي سي بتخلص بعد 5 ايام واكتيفيتي ايه بتخلص بعد 10 ايام، والمفروض ان السهم ده مش مرسوم ودي مكتوبه جوه الجدول ان هي بتعتمد على ايه وسي، يبقى بالتالي عدم وجود السهم ده هيخليك تقول ان دي بتعتمد على سي بس، فبناء عليها تبدا دي بعد 5 ايام، لكن هي المفروض كانت تبدا بعد كام؟ بعد 10 ايام. فالضمي اكتيفيتي هي اكتيفيتي تخيليه، يعني انت بتحطها جوه الرسمه عشان تحافظ على السيكونس، لان انت لو ما رسمتليش الخط ده يبقى الرسمه بتقول ايه؟ لو انت جربت تمسح ده ايه اللي بيقول للرسمه؟ بيقول ان بي بتعتمد على ايه ودي بتعتمد على سي بس. لكن لما انا رسمته قلت ان بي بتعتمد على ايه تخلص الاول، بينما دي بتعتمد على ايه وسي مع بعض، وقلت بعمله داش لاين عشان اميز بينه وبين الخطوط العاديه بتاعت الارو، لان الخطوط بتاعه طريقه الاكتيفيتي اون ارو لازم يتكتب عليها رمز او سيمبل الخاص بالاكتيفيتي. يبقى هنا السيتويشن دي بتقول لي A must finish before B can start. بص A and C must finish before D can start. يبقى لازم A و C يخلصوا عشان D تبتدي. يبقى دي كده اتكلمنا على ما يسمى بالدمي اكتيفيتي واهميتها. يبقى الدمي اكتيفيتي هي عبارة عن ايه؟ imaginary activity، هي اكتيفيتي تخيلية. doesn't consume any resource، ما ينفعش احط لها ريسورس، ما ينفعش ان انا اقول هستخدم لها ماتيريال، استخدم لها فلوس، استخدم لها عماله، لا، ده هي اكتيفيتي لا وجود لها، مش موجوده. طيب الدامي اكتيفيتيز دي بتتحط ليه زي ما اتفقنا؟ simply used to represent connection between event، عشان تقول لي ان الاكتيفيتي دي هنا مثلا بتعتمد ان A و B خلصوا الاول وهي تبتدي، لكن لو انا مسحتها بقت الدي بتعتمد على بي بس وبقت المساله غلط، فبالتالي لازم اخد بالي في الطريقه بتاعت الاكتيفيتي اون ارو ان انا ارسم الدامي اكتيفيتي لو في اكتيفيتي بتعتمد على تو اكتيفيتيز قبلها. طيب هنتكلم على ديفينيشن مهم جدا جدا وهو الكريتيكال باس. ايه هو الكريتيكال باس للبروجكت؟ الكريتيكال باس للبروجكت هو سيريز من الاكتيفيتيز. احنا شفنا ان الاكتيفيتيز بتبقى ماشيه ورا بعضها كده باسهم، يعني في سيريز ماشيه ورا بعضها. طيب لو انا بصيت، لو انا عندي ماشي في المسار ده، فالاكتيفيتي A ثم C ثم الاند. طيب المسار الثاني اكتيفيتي A ثم D ثم الاند، ادي مسارين. المسار الثالث activity B ثم D ثم الـ N، فدي ثلاث مسارات أو 3 باصص. مين المسار فيهم الكريتيكال؟ طيب إيه هو الكريتيكال باص؟ هو الكريتيكال أو المسار with longest باص أو longest time أو longest duration. يعني إيه؟ يعني أنا هديك أزمنة الأكتيفيتيز دي. يعني أنا لو قلت لك إن الـ A عشان تخلص بتاخد 7 ايام وان السي 3 ايام، يبقى انت لو مشيت في المسار الاول هتقول لي 7 ايام زائد 3 ايام يبقى يديني 10 ايام، يبقى المشروع هيخلص بعد 10 ايام. طب لو مشيت في المسار الثاني قلت لك ان ايه 7 زي ما هي ودي ب5، يبقى تقول لي المسار ده 7 ودي ب5 يبقى يخلص بعد 12 يوم. طب لو قلت لك ان البي ب 12 وان دي ب5، يبقى تقول لي المسار الثالث بي دي يبقى دي 5 12 و5 17، يبقى في مسار هيخلص بعد 10 ايام، مسار ثاني بعد 12 يوم، المسار الثالث بعد 17 يوم. فين اطول مسار فيهم؟ ال 17 يوم. يبقى ده بقول عليه كريتيكال باس. طيب يعني ايه كريتيكال باس؟ يعني التايم بتاع الكريتيكال باس ده المينيمم تايم اللي يكتمل فيه المشروع، يعني ده بنسميه الايرليست تايم. يعني احنا قلنا في الاكزامبل اللي ضربناه ان احنا قلنا المسار ده هيطلع لي 10 ايام، المسار الثاني اللي هو الاي دي هيطلع لي 12 يوم، المسار الثالث هيطلع لي 17 يوم. يبقى المشروع
ما ينفعش يكتمل قبل 17 يوم، يبقى ده اللي هو اللونجست باث، وفي نفس الوقت هو المينيمم كومبليشن تايم، اقل زمن ممكن المشروع يكتمل خلاله. يعني ما ينفعش تخلص المشروع قبل ال 17 يوم دول. طيب يبقى ده بالنسبه للكريتيكال باث. هنلاقي ان الكريتيكال باث هو اللونجست باث، والاكتيفيتيز اللي بتبقى موجوده او المكونه للكريتيكال باث بتسمى الكريتيكال اكتيفيتيز. يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت هنا، احنا قلنا اطول مسار هنا على الفرضيه بتاعتنا هو مين؟ اكتيفيتي بي واكتيفيتي دي، دول ده 12 وده 5، فيديني 17 يوم، فدي بسميها كريتيكال اكتيفيتي ودي بسميها كريتيكال اكتيفيتي. يبقى الاكتيفيتيز اللي بيتكون منها الكريتيكال باس بتسمى الكريتيكال اكتيفيتيز. طيب ايه هي الكريتيكال اكتيفيتيز؟ هي الاكتيفيتيز اللي ليها ليست اماونت اوف سلاك اور فلوت. يعني ايه السلاك او الفلوت؟ كلمه سلاك او فلوت هي اماونت اوف تايم، هي فتره زمنيه. طيب الاماونت اوف تايم ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن التايم اللي الاكتيفيتي تقدر تتاخره وما تاخرش اللي بعدها وما تاخرش المشروع. تاني، الفلوت او السلاك هو اماونت اوف تايم، هو فتره زمنيه تقدر الاكتيفيتي تتاخره، يحصل لها ديلي بحيث ان هي ما تاثرش او ما تسببش ديلي للاكتيفيتيز اللي بعدها او للبروجكت كومبليشن تايم. يعني ايه الكلام ده؟ لو بصيت كده، اكتيفيتي ايه لو هي مثلا 5 ايام، واكتيفيتي بي هي 12 يوم، واكتيفيتي دي بتعتمد على الاي والبي، طيب يبقى اكتيفيتي دي تبدا بعد كام يوم؟ بعد 12 يوم، الزمن الاكبر. طب اكتيفيتي ايه مدتها 5 ايام، ينفع ان انا اخرها شويه؟ ينفع. ازاي؟ يعني ينفع ابتدي اكتيفيتي ايه بعد 7 ايام؟ يعني ممكن اقعد 7 ايام ما اشتغلش في اكتيفيتي ايه واجي اشتغل من اليوم السابع؟ ينفع. ليه؟ لان انا لو ابتديت من اليوم السابع الاكتيفيتي ايه مدتها 5 ايام، هتخلص عند اليوم ال 12 اللي هو نفس اليوم اللي هتخلص فيه اكتيفيتي بي، فبالتالي انا اخرت الاكتيفيتي دي كام؟ 7 ايام، وبالرغم من كده ما اثرتش على تاخير الدي، لان دي كده كده اوريدي معتمده على A و B، فلازم أن تستنى اما بي تخلص بالكامل، فبالتالي ده اللي احنا بنسميه الفلوت. طيب هضرب لك مثال تاني، لو انت في ماده بتمتحنها والماده دي قدامها فراغ مثلا 10 ايام، يبقى انت قدامك 10 ايام تذاكر الماده. طيب لو انت شفت او ان الماده تخلص في 5 ايام بس، يعني الماده مش كبيره وهقدر اخلصها او الناس كلها في المتوسط تقدر تخلصها في 5 ايام، طيب لو واحد من زمايلك بدا النهارده هيخلص الماده عند اليوم الخامس، طيب يبقى انا دلوقتي اللي خلص عند اليوم الخامس ده بقى عنده 5 ايام تاني ممكن براحته يذاكر اي ماده تانيه. طب واحد تاني بدأ ساب أول 5 أيام وابتدى من اليوم الخامس، هو عمل ديلي، الديلي ده مدته قد إيه؟ 5 أيام بس، المادة كلها محتاجة 5 أيام تخلص فيهم، فبالتالي هيقدر من اليوم الخامس لليوم العاشر إن هو يخلص مين؟ يخلص المادة بتاعته، فبالتالي مش هيأثر ده إنه يلحق بيوم الامتحان إنه يكون مخلص المادة. فده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو التايم اللي الاكتيفيتي تقدر تتاخره بدون ما تاثر على تاخير الاكتيفيتيز اللي بعدها، او بدون ما تغير من الكومبليشن تايم او تعمل ديلي لزمن بدايه المشروع او زمن اكتمال المشروع. هناخد اكزامبل على الاكتيفيتي اون ارو. الاكزامبل عباره عن ايه؟ الاكزامبل زي الشيت اللي هيبقى معاك، ان انت بيجي لك تيبل، التيبل موجود اكتيفيتيز وحاجه اسمها البري سيدانس. لو انا بصيت على المشروع بتاعي
هلاقي ان المشروع مكون من كام اكتيفيتيز؟ من الـ A لحد الـ J. طيب ايه الكلام هنا؟ ايه البريديسيسور او الجزء اللي بنتكلم عنه اللي هو بيقول لي مين الاكتيفيتيز اللي بتسبق الاكتيفيتي دي؟ يعني لو بصيت على A و B هلاقي محطوط قدامهم شرط او مش مكتوب اي اكتيفيتيز. دي معناها ايه؟ معناها ان البريديسيسور او السابق للاكتيفيتي A مفيش اي حاجه، واللي بيسبق اكتيفيتي B مفيش اي حاجه، واللي بيسبق اكتيفيتي C مفيش اي حاجه. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل عندنا هنا؟ ان A و B و C طالما مش مكتوب لهم ان في اي اكتيفيتيز بتسبقهم الشكل ده كده، يبقى دول هيبقوا بدايات عندي. طيب اكتيفيتي دي مين البريديسيسور بتاعها؟ مين اللي بيسبقها؟ اكتيفيتي ايه؟ يعني لازم اكتيفيتي ايه تكتمل بالكامل عشان اكتيفيتي دي تبدا. طيب هنا اكتيفيتي ايه اللي بيسبقها مين؟ اكتيفيتي بي. اكتيفيتي اف بيسبقها اكتيفيتي بي. اكتيفيتي جي لازم سي تخلص عشان جي تبتدي. طيب اكتيفيتي اتش لازم اي ودي يخلصوا عشان الاتش تبتدي. طيب تعالوا الكلام ده نرسمه، نمسك حاجه حاجه. انا عايز امثل دول اول ثلاثه اللي هم الستارت اللي هم ما فيش اي حاجه بتسبقه. لو انا ابتديت كده اهو، ادي الستارت بتاعي. طيب انا هرسم ايه؟ اكتيفيتي اون ارو. افتكر كده هو الاكتيفيتي اون ارو كان عباره عن ايه؟ الاكتيفيتي اون ارو كان ان الاكتيفيتيز بتتكتب على الاسهم، بينما النود بتقول لي رقم الايفنت بتاعي. طيب هو رقم الايفنت عند الستارت بكام؟ بواحد. يبقى انا دي اول ايفنت، يبقى ده مش اكتيفيتي اون نود، يبقى انا مش هكتب الاكتيفيتي جوه الدايره، انا هكتبها على السهم لان الطريقه المطلوبه اكتيفيتي اون ارو. طيب السهم او الايفنت رقم واحد خارج منه كام اكتيفيتي زي الجدول ما بيقول؟ خارج ثلاثه اكتيفيتي. ايه اللي عرفني؟ اهو الثلاثه مفيش اي حاجه بتسبقه. يبقى انا هنا هرسم اول ايفنت اهو واخرج منه ثلاث اسهم. اكتيفيتي اون ارو يعني السهم الاول مكتوب عليه ايه، السهم الثاني مكتوب عليه بي، السهم الثالث مكتوب عليه سي. يبقى دول اول ثلاثه مثلتهم. طيب بعد كده عندي الدي بتالي الاي، يعني ايه لازم تخلص عشان الدي تبتدي اهو. يبقى انا بعد ما رسمت دول هرسم الايفنت الثاني، ايه لازم تخلص عشان دي تبتدي، يبقى هاخد سهم واكتب عليه دي. يبقى انا كده رسمت الاكتيفيتي دي. طيب بعد كده، بعد كده التيبل بيقول لي ان الاي والاف ما ينفعش يبتدوا غير لما بيتخلص، يبقى الاي معتمده على البي والاف برضو معتمده على البي. يبقى انا هاجي ارسم اهو، يبقى انا وصلت لهنا تمام. يبقى البي لازم تخلص عشان يبتدي اف واي، يبقى في ايفنت هنا رقم 3 هيبتدي منه الاي والاف. الكلام ده امتى؟ بعد ما البي تخلص. يبقى انا رسمت الاي والاف. طيب بعد كده اجي لي الجي، الجي بتستنى مين؟ بتستنى السي، يبقى لازم السي تخلص عشان الجي تبتدي. طيب اشوف الكلام ده، ادي اللي احنا رسمناه، ادي الايفنت الرابع السي خلصت يبقى يبدا الجي. يبقى انا كده رسمت مجموعه الاكتيفيتيز دي. باقي مين عندي؟ باقي اللي بعد كده في الجدول الاتش. الاتش بتستنى مين؟ الاي والدي خلصوا، يبقى الاتش لازم الاي والدي خلصوا اهو. يبقى انا الاتش لازم تستنى الاي، الاتش لازم تستنى الاي والدي خلصوا، يبقى الاي والدي هيدخلوا للنود رقم 5 اللي بيخرج منها الاتش. يبقى دي الاتش معتمده على الدي والاي. طيب بعد كده باقي مين؟ باقي الاي وباقي الجي. الاي بتستنى الجي تخلص، بينما الجي معتمده على الاتش والاف والاي. طيب نبص على الكلام ده كده، يبقى انا هنا اهو ادي الرسمه اللي وصلت لها، يبقى الجي خلصت يبقى الاي تبدا، يبقى الاي بتعتمد على الجي. اخر اكتيفيتي بتعتمد على مين في الجدول؟ الاف
والاتش والاي، يبقى لازم الاف والاتش والاي كلهم يدخلوا النود واحده اسمها الايفنت السادس، والايفنت السادس هيخرج منه مين؟ الجي، وتبقى دي مين؟ الاند بتاعتي. يبقى انا كده رسمت نتورك دايجرام. النتورك دايجرام عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من النودز ومجموعه من الاروز. الطريقه اسمها اكتيفيتي اون ارو، يعني انا بحط اسم الاكتيفيتيز على الاسهم، بينما جوه الدواير او جوه النودز بحط ارقام الايفنت. لان احنا قلنا من شويه ان في حاجه اسمها الكريتيكال باث، فالكريتيكال باث انا قلت لك هو مين؟ هو اكبر مسار في الرسم. طب اكبر مسار في الرسم هعرفه منين؟ يبقى انا هديك التايم بتاع كل اكتيفيتي، يعني الجدول اللي فات ده، الجدول اللي هو اديته لك من شويه، هديك التايم بتاعه. طيب بص كده، دي الرسمه اللي احنا رسمناها، ودي المسارات اللي انتوا طلعتوها اهي. ادي باس 1 A دي اتش جي، يبقى دي اول مسار. المسار الثاني عباره عن بي اي اتش جي، المسار الثالث عباره عن بي اف جي اهو، المسار الرابع سي جي اي جي. يبقى هم الاربع مسارات صح. طيب المعلومه الزياده اللي هتبقى في الجدول عندكم ان انا هديكوا الديوريشن، التايم بتاع كل اكتيفيتي. يعني اكتيفيتي ايه انا هديهولك مثلا ب 1 دي، يبقى اكتيفيتي ايه دي عشان تخلص بتاخد 1 دي، اكتيفيتي دي مثلا 4 دي، اكتيفيتي اتش 6 دي. طيب الكريتيكال باس اتفقنا في تعريفه ان هو مين؟ هو اللونجست باس. فانت هنا طلعت كل المسارات، تبتدي تحسب التايم بتاع كل مسار. لو انا مشيت من الستارت للاند من خلال المسار الاول اللي هو A D H G، جمع لي التايم بتاعه. التايم بتاع ده 1 زائد 4 يبقى 5، 5 و 6 11، 11 و 3 يبقى كام؟ 14. يبقى هتيجي تكتب لي ان اللينس او التايم الخاص بالمسار الاول بيساوي كام؟ 14 دي. طيب التايم الثاني هتمسك المسار الثاني اللي هو بي اي اتش جي، البي ب 2 والاي ب 5 يبقى دي 7، والاتش ب 6 يبقى دي 13، والجي ب 3 يبقى 16، يبقى المسار ده طوله 16 يوم. طب المسار الثالث بي اف جي، ادي البي اف جي، يبقى 2 زائد 4 6 زائد 3 9، يبقى 9 دايز. طب المسار الرابع اللي هو مين؟ اللي هو الباس 4، اللي هو عباره عن 3 زائد 6 زائد 2 زائد 3، هيديني 14 دايز. طيب كده انت طلعت الزمن الخاص بكل المسارات. مين اكبر تايم في دول؟ المسار اللي هو كام يوم؟ 16 يوم. طيب يبقى ده مين؟ ده بنسميه الكريتيكال باس. يبقى اللي كان بيسأل على الكريتيكال باس، الكريتيكال باس هو اكبر مسار في المسارات اللي موجوده في النتورك دايجرام. انت اتعلمت ازاي تطلع المسارات. طيب انا خليتكم ليه طلعتوا المسارات بنفسكم؟ لان هنا اربع مسارات، في مسائل ممكن تلاقي وصل فيها 8 مسارات، 10 مسارات، في حاجه زي كده. طيب لو انت نسيت مسار او ما ركزتش في الرسمه، ما هو ممكن المسار ده يكون هو الكريتيكال، فانت تطلع الكريتيكال غلط. يعني انا ممكن وانت بتشتغل على ده انت نسيت المسار اللي اسمه بي اي اتش جي اللي هو بكام؟ 16 دي. طيب لما تيجي تقول لي الكريتيكال باس دلوقتي هتقول على انهي واحد؟ هتقول يا اما ال 14 ده يا اما المسار ده، لان ده الزمن الاكبر عندك. فبالتالي مهم جدا وانت بتطلع المسارات تبص على المسارات كلها عشان تبقى ماشي صح. طيب الزمن اللي طلع ده بقى بيمثل ايه؟ يعني انت قلت لي خلاص ان اطول مسار هو الكريتيكال باس، طب الزمن بتاعه ده بيمثل ايه؟ زمن انتهاء المشروع، يعني المشروع بدأ هنا وانتهى هنا، فانت بتقول لي ان ده الزمن بتاع انتهاء المشروع. مش بس وكده، ده انت بس بتقول لي ان ده
المينيمم كومبليشن تايم، يعني ده يوم المشروع يخلص بدري قوي هيخلص بعد 16 يوم. طبعا انت عارف ان انت اثناء اجراءك للاكتيفيتيز دي ممكن رو ماتيريال تتاخر، ممكن عماله ما تجيلكش في اليوم ده، مثلا موظفين ما يبقوش متواجدين، عمال ما يبقوش متواجدين، فالعمليه تاخد اكتر من الايام بتاعتها. فالتايم اللي احنا طلعناه ده الكريتيكال، ده الكريتيكال تايم، يعني ده اقل تايم ممكن المشروع يخلص فيه. يعني المشروع ممكن يخلص بعد 16 يوم، ممكن يخلص في 20 يوم، في 30 يوم، ده على حسب مين؟ الديلي اللي بيحصل في الاكتيفيتيز. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتعمل مشروع عباره عن مبنى، بتبني مبنى، فانت كاتب في العقد ان المبنى ده هتخلصه خلال 3 شهور، هتسلمه خلال 3 شهور. طيب جيت في مره الرو ماتيريال بتاعتك اتاخرت، جيت في مره العماله بتاعتك كانت تعبانه فما اشتغلتش، جيت في مره كان في امطار وفي ظروف جويه منعتك ان انت تكمل، فبالتالي الخطه اللي انت كنت عاملها هتتاخر. طب اللي مرسوم على الورق ده بيمثل مين؟ بيمثل الكريتيكال. طيب طبعا الكلام ده هتلاقيه مشروع عندك، كاتب لك ان البي اي اتش جي ات 16 داي، ده بيمثل اللونجست ديوريشن او الكريتيكال باث بتاعي. طيب بعد كده في بعض الملاحظات، الكريتيكال باث رسينا ان هو مين؟ هو اللونجست باث خلال النتورك، يبقى اكبر مسار خلال النتورك بقول عليه ان ده الكريتيكال باث. طيب الكريتيكال باث هو مين؟ الشورتست تايم، دي الحته اللي بقول لكم انتوا بتتلخبطوا فيها، هو مش شورتست تايم، يعني اقل تايم في دول، يعني مش اقل تايم في دول، كلمه شورتست تايم معناها بيقصد بيها انه اقل زمن ممكن المشروع يكتمل فيه، اللي هو 16 برضو، بس ده احنا بنقول المشروع ما ينفعش يكتمل قبل 16 يوم دول، فده كده معنى الشورتست تايم. اني ديلي ان كريتيكال باث اكتيفيتيز ديليز ذا بروجكت. تعالوا نفهم الحته دي، هو انا طلعت الكريتيكال باث فين؟ اللي هو بي اي اتش جي، اهو بي اي اتش جي. طيب انا قلت لك ان الاكتيفيتي بي بتاخد كام يوم؟ يومين. طب لو الاكتيفيتي بي حصلت ظروف وتاخرت، تاخرت يعني ايه؟ يعني بدل ما تخلص في يومين خلصت في 3 ايام، يبقى اصبح المشروع بقى عامل ازاي دلوقتي؟ تقول لي 3 زائد 5 8، 8 و6 14 و3 17، يبقى تاخير. يبقى احنا هنا بنقول ان الاطول مسار هو اللي بقول عليه ده الكريتيكال باث، وده اللي بيبقى فيه التايم اللي يكتمل فيه المشروع، اللي هو ما ينفعش ان المشروع يكتمل قبل كده. طيب اي ديلي في الكريتيكال باث بيعمل ديلي في البروجكت تايم. ازاي؟ يعني انا قلت هنا ان المشروع بتاعي اقل حاجه يخلص في 16 يوم. طيب لو انا اخرت في البي او اخرت في الاي او اخرت في الاتش هيزود لي زمن المشروع، يعني لو خليت البي تخلص في 3 ايام، يعني البي اتاخرت شويه، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ بقت 3 ايام بدل 2، يبقى انا لما اجمع المسار بقى 3 زائد 5 8 و6 14 و3 17، يبقى بدل ما هيخلص في 16 بقى 17. يبقى الكريتيكال اكتيفيتيز ما ينفعش ان يحصل فيها ديلي، عشان كده احنا هنقول ان القيمه اللي قلنا عليها السلاك او اللي قلنا عليها الفلوت بالنسبه للكريتيكال اكتيفيتيز بتكون بزيرو، يعني ما ينفعش ان انا اخرها. هديكم مثال، لو انا رجعت للرسمه دي، فين الاكتيفيتي اللي بتعتمد على اتنين اكتيفيتيز قبلها؟ بصوا كده على الرسمه وقولوا لي مين من الاكتيفيتيز بتعتمد على ان هي تستنى اتنين خمسة، مش خمسة بقى اتش، خمسة دي رقم انت كده هتغلط، خمسة دي رقم الايفنت، احنا بنقول اسم الاكتيفيتي. مين الاكتيفيتي اللي بتعتمد على اتنين اكتيفيتي قبلها؟ الاتش، صح؟ يبقى انا بقول الاتش، يبقى الاتش لازم تستنى مين؟ الدي والاي، صح؟
معايا كده؟ طيب هي دي هتاخد كام يوم؟ أربعة. أربعة. والإي هتاخد كام يوم؟ خمسة. يبقى لما الإتش تبدأ ينفع تبدأ بعد رابع يوم؟ ها يا شباب؟ لا ما ينفعش، لأن إحنا اتفقنا إن هي طالما السهمين دول رايحين لها معناها إن هي لازم تنتظر الاتنين يخلصوا. ماليش دعوة مين خلص الأول، أنا لازم أستنى آخر واحدة فيهم. فآخر واحدة فيهم اللي هي مين؟ 5 أيام، يبقى الإتش هتبدأ بعد 5 أيام. طيب ده معناه إيه؟ مين اللي ينفع أعمل فيها ديلي دلوقتي؟ الدي ولا الإي؟ الدي الدي اعملها بيوم. أعملها بيوم. الله ينور عليك، يبقى أنا الدي ينفع أأخرها يوم، لأنها لو اتأخرت يوم مش هتأثر على الإتش، لأن الإتش كده كده أوريدي مستني لحد اليوم الكام؟ الخامس. فبالتالي الدي بقول عليها نون كريتيكال اكتيفيتي، يعني السلاك بتاعها بواحد زي ما قلت، يعني الفلوت او السلاك بواحد. مين هو الفلوت او السلاك؟ قلنا الفتره الزمنيه اللي انا اقدر ااخر فيها الاكتيفيتي بدون ما اتاخر الاكتيفيتيز اللي بعدها. طيب الاي ينفع اخرها؟ لا لا ما ينفعش، لان لو اتاخرت هتاخر لي مين؟ الاتش، ولو اخرت الاتش هتاخر الزمن الكلي بتاع المشروع. فعشان كده الاي قلت عليها ايه؟ كريتيكال اكتيفيتي. فالكريتيكال اكتيفيتي هي اللي الفلوت بتاعها او السلاك بتاعها ايكوال زيرو. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا ااخرها، ما ينفعش ان انا اعمل لها ديلي، ما ينفعش يبقى فيها ديلي. طيب فعشان كده الاي انت لقيتها موجوده جوه انهي مسار؟ المسار الكريتيكال. فعشان كده بقول عليها كريتيكال اكتيفيتي. وصلت كده معنى الكريتيكال اكتيفيتي؟ وصلت كده يا شباب؟ تمام. طيب يبقى احنا قلنا الملاحظات اهي، بصوا الملاحظه دي قلت لكم ان الكريتيكال باث اكتيفيتيز هاف نو فلوت تايم، ما ينفعش ان يبقى فيها ديلي، يبقى السلاك بتاعها او الفلوت تايم بتاعها ايكوال زيرو. يبقى دي الملاحظات اللي كانت على الكريتيكال باث اناليسيس. طيب سؤال بقى، ينفع تلاقي في مسألة من المسائل إن في أكتر من كريتيكال باس؟ ينفع. يعني إيه؟ تعالوا نرجع للإكزامبل بتاعنا. إيه رأيك لو أنا خليت أكتيفيتي إيه بدل ما الزمن بتاعها كان يوم بقى الزمن بتاعها 3 أيام؟ يعني أنا لو غيرت لك المسألة دلوقتي وقلت لك ان الديوريشن او التي سمول بتاعت الاي ايكوال 3، طيب هو المسار دلوقتي بتاع اي دي اتش جي بكام؟ لو انا جمعت بقى الجديد بقى 3 زائد 4 يبقى 7 زائد 6 يبقى 13 زائد 3 بقى 16. فالمسار اللي اسمه اي دي اتش جي بدل ما كان 14 بقى 16 يوم. طيب ده 16 وده 16، فيبقى ده كريتيكال وده كريتيكال. يبقى انا لما اجي اقول لك طلع لي الكريتيكال باس من المساله، ممكن تلاقي المساله فيها 1 كريتيكال باس، ممكن تلاقي فيها 2 كريتيكال باسز، ممكن تلاقي فيها 3 كريتيكال باسز، ممكن تلاقي فيها اكتر من كريتيكال باس. طيب ده عمليه المفروض يتطلب ايه؟ ان البروجكت مانجر لازم يبقى صاحي، لازم بيعمل مونيتورنج على كل المسارات، يبقى متابع الكريتيكال باسز فين. ليه؟ لانه لو حصل عنده ديلي في اي اكتيفيتي من الاكتيفيتيز الكريتيكال هيأخر له في مين؟ هيأخر له في المشروع. فهو ما بيعتمدش على ان هو كريتيكال باس واحد، بيبص على كل الاكتيفيتيز الكريتيكال ويمنع ان هي تتأخر، لان لو اتأخرت هتأخر له المشروع. ومعنى تأخير المشروع يعني شروط جزائية الدفع. يبقى بالتالي الإدارة المفروض إن هي زي ما قلنا هي عبارة عن فن، فن إزاي أعمل أورجانيزيشن، إزاي أعمل بلاننج، إزاي أعمل كنترول وقت الريسك. يبقى ده كده بنتكلم على ما يسمى بالأكتيفيتي أون أرو. طيب نيجي بقى للإكزامبل الثاني، أكتيفيتي أون إيه؟ أون نود أهو. يبقى أنا نفس الكلام، انا مديكوا جدول بس المره دي بقول لكم ارسموا لي الجدول ده كاكتيفيتي اون نود. يبقى الطريقه الثانيه، يعني بدل ما كنت بكتب الاكتيفيتي على السهم
واكتب جوه النود رقم الايفنت، لا انا هخلي النود نفسها يكتب جواها مين الاكتيفيتي. طيب انا مديك هنا الاكتيفيتي ومديك اسامي او الديسكريبشن للاكتيفيتي، طبعا مش هيهمني قوي ان انت تحط لي الاسامي على الرسمه، يعني عشان ما نسحمش الرسمه هنحط السيمبلز بس. طيب الاكتيفيتي الاولانيه هو بيعمل ايه؟ بيعمل بيلد لانترنال كومبوننت، بيبني انترنال كومبوننت. طيب هل في بريديسيسورز او في اكتيفيتيز بتسبق ايه؟ لا، هو عامل لي شرطه هنا. طيب البي موديفاي الروف اند فلور، بيعمل موديفيكيشن في الروف مثلا. طيب هل البي في حاجه بتسبقها؟ لا، معنى كده ان A وبي هيبتدوا مع بعض عند الستارت. طيب مين اللي مستني؟ اكتيفيتي سي مستنيه مين يخلص؟ مستنيه ايه؟ يبقى سي مش هينفع تبدا غير لما ايه تخلص. طيب هو سي بيعمل ايه؟ بيعمل كونستراكت للكوليكشن ستاك، بيعمل مثلا زي مدخنه او مداخل، فهو مش هينفع يعمل المدخنه غير لما يعمل بيلد للانترنال كومبوننت، فده معنى ان اكتيفيتي تستنى اكتيفيتي. طيب هيعمل مثلا في اكتيفيتي دي هيعمل بور كونكريت اند انستول للفريم، هيصب خرسانه ويحط الفريم او يثبت الفريم بتاعه. طيب عشان يعمل الكلام ده قال لي لازم يستنى A وB يخلصوا، يبقى لازم A بالكامل تخلص وB بالكامل تخلص، يبقى نفس الكلام اللي كنا بنعمله في الاكتيفيتي اون ارو، بس المره دي هننفذه على مين؟ على اكتيفيتي اون نود. طيب بصوا بقى في الاكتيفيتي اون نود، بعمل نود للستارت، يبقى دي الستارت اكتيفيتي. ستارت اكتيفيتي هيطلع منها كام ارو؟ تو اروز، مش هيتكتب عليهم حاجه. ليه؟ لان دي مش اكتيفيتي اون ارو، دي اكتيفيتي اون نود او اي او ان دايجرام. طيب الاكتيفيتي اون نود يعني ايه؟ يعني انت هتحط الاكتيفيتي جوه الدايره، يبقى انا عندي اكتيفيتي A واكتيفيتي B مفيش حاجه قبلهم، يبقى هما الستارت بتوعي، يبقى انا كتبت A وB. طيب بعد كده السي بتالي الA والدي بتالي الA والB. طيب اعمل الكلام ده على الرسمه ازاي؟ اهو هشد سهم من A واعمل دايره واكتب جواها السي، اهو يبقى انا هشد سهم من A واعمل دايره او نود واكتب جواها السي، وشد سهم من A وسهم من B واكتب دايرة جواها D، لأن D بتعتمد على الA والB، يبقى أنا رسمت الD. بعد كده هتلاقي الE بتعتمد على C والF بتعتمد على C، يبقى في سهمين هيخرجوا من مين؟ من الC، أهو سهمين من الC، واحد فيهم يروح للF وواحد فيهم يروح للE. طيب بعد كده الجي هتلاقيها بتعتمد على الاي والدي، فانت هتشد سهم من الدي وسهم من الاي توديهم للجي، اهو يبقى الجي هنا في الجدول قايل لك ان هي بتعتمد على الدي والاي، يبقى اهو رسمتها انت، شديت سهم من الدي وسهم من الاي ورسمت النوت اللي جواها الجي. طيب الاتش بتعتمد على الاف والجي، يبقى انا كده رسمت الاتش، يبقى الرسمه اللي قدامي دي اسمها اكتيفيتي اون نود. حلو، لو انا عايز اطلع المسارات حد كده يتدرب معايا ويقول لي المسار بتاعي عباره عن ايه؟ اتنين مسارين. طب جرب كده المسارين، اول مسار A C F H. كده انت استعجلت، كده استعجلت، وده الكلام اللي انا بقول عليه ان ممكن تفوت مسار او اتنين وتلاقي نفسك طلعت المساله غلط، ما تستعجلش. اول مسار هو مين؟ A C F H. C F H ما سيبش ال A غير لما خلصها. طب ما هي A ممكن تروح ل C وبعد كده تروح ل E بدل ما راحت لل F. طب وبعد ما تروح لل E تروح لمين؟ لل G وبعد كده تروح لل H، يبقى دي المسار الثاني اهو A C E G H، يبقى كده مسارين. طيب كده A خلصت؟ لا، ده لسه في مسار ثالث من A. فين هو؟ A يروح للدي يروح للجي يروح للاتش، ادي ثلاث مسارات. طيب باقي مين؟ باقي المسار الرابع اللي هو مين؟ B يروح للدي يروح للجي
يروح للاتش، يبقى كم مسار يا شباب؟ كم أربعة مسار؟ كده. أربعة مش اتنين. يبقى أنا ما استعجلش وأبص أقول دول مسارين، لا أمشي مع الأسهم كويس جدا عشان أقدر أطلع المسارات صح. يبقى مهم جدا إن أنت تبقى راسم رسمة النتورك صح، سواء أنا طالب منك أكتيفيتي أون نود أو طالب منك أكتيفيتي أون أرو، يبقى مهم جدا إن أنت تحدد لي الكلام ده. طيب ينفع أرسم بقى الرسمة دي أكتيفيتي أون أرو؟ لو أنا قعدت كده أتدرب في البيت مرة رسمتها أكتيفيتي أون نود ومرة رسمتها أكتيفيتي أون أرو عشان لما تطلب منك في المسائل، بسيطة جدا، نفس الرسمة دي لنفس التيبل اللي فات بس هرسمها أكتيفيتي أون أرو أهو. أول حاجة المرة دي الدايرة هبدأ بيها أكتب الإيفنت، يبقى دي الستارت. طب الأكتيفيتي أون أرو بتبقى إزاي؟ السهم هو اللي مكتوب عليه الأكتيفيتي، يبقى هكتب هنا إيه وهكتب إيه هنا بي. طيب مين اللي بيالي الإيه في الجدول؟ كان السي، يبقى أنا هطلع من الإيفنت رقم 2، هرقم هنا رقم 2 وأقول السي أهي. طيب هاجي بقى المشكلة، المشكلة في إيه؟ لو رجعت للجدول هتلاقي ان اكتيفيتي دي بتعتمد على الاي والبي اهو. يبقى انت هنا هتلاقي ان اكتيفيتي دي بتعتمد على الاي والبي. طب المشكله في ايه؟ المشكله ان ايه كان وراها الاكتيفيتي سي فكانت ماشيه في المسار ده، فانا عشان احافظ على السيكونس صح وان الرسمه تبقى صح، اول حاجه لو انت جيت هنا وشديت سهم من الايه كده، قلت لي انا هشد من هنا سهم لهنا، طيب السهم ده طالما انت بتشتغل اكتيفيتي اون ارو كان لازم تكتب لي عليه رمز، ولو كتبت عليه رمز هتكتب عليه مين؟ يبقى ما ينفعش ان انا اعمله خط كامل، فبعمله داش لاين. بعمله داش لاين ليه؟ عشان اوضح ان ده دامي اكتيفيتي، يعني اكتيفيتي ملهاش وجود بس بتتعمل ليه؟ عشان السيكونس بتاعت المساله. ليه؟ لان المساله فيها ان دي بتالي الاي والبي، طب هي كده اوريدي بتالي البي اهي. لو انا مسحت الخط ده انت هتعتقد ايه؟ هتعتقد ان دي بتالي البي بس، لكن هي بتالي مين؟ اي وبتالي بي، فلازم أن يترسم الضم. طيب خلصت من دول، هاجي هنا، هنا الاف كانت بتالي السي رسمتها. طيب مين تاني كان بيالي السي؟ كان بيالي السي الجي، الجي كانت بتالي سي وبتالي دي. طب بص كده على الجدول اهو، ادي الجي بتالي دي واي، الجي بتالي دي واي. تعال بص كده، ادي هنا ادي الجي بتالي دي وبتالي مين؟ وبالتالي الاي، ادي الاي اهي، يبقى دي الاي، يبقى الاي دخلت هنا والدي دخلت هنا. واحد هيسال هيقول لي طيب انت ليه ما عملتش دامي اكتيفيتي هنا؟ ما انا ما عملتش دامي اكتيفيتي لان الاي ما وراهاش اكتيفيتي تانية غير الجي، لكن الاي هنا كان وراها السي وكان وراها الدي، فانت غصب عنك لازم أن تعمل الدامي. يبقى لما تلاقي اكتيفيتي وراها تو اكتيفيتيز في حاله الاكتيفيتي اون ارو لازم أن هتعمل الضمي ده، لكن هنا انا ما رسمتش ضمي. ليه؟ انا دخلت سهم من الدي وسهم من الاي على البوينت رقم 5 او الايفنت رقم 5 عشان اقول ان الجي بتالي الاي وبتالي الدي. ليه؟ لان الدي ما وراهاش اي اكتيفيتي ثانيه غير الجي، والاي ما وراهاش اي اكتيفيتي ثانيه غير الاي. لو بصيت في الجدول اهو بص كده، الدي والاي، الدي والاي عباره عن ايه؟ مفيش اي حاجه في الجدول مكتوب فيها دي غير الاكتيفيتي جي، ومفيش اي حاجه في الجدول مكتوب فيها اي غير الاكتيفيتي جي. معنى كده ان اللي بيالي دي والاي هي اكتيفيتي واحده، فبالتالي العمليه كانت سهله ان انت تعملها من غير ضمي اهي. طيب بعد كده نفس الكلام مع الاتش، الاتش بتالي الاف والجي. طيب الاف ما وراهاش غير الاتش والجي ما وراهاش غير الاتش، فطبيعي ان الاثنين، طبيعي ان الاثنين هيدخلوا عند النود رقم 6 ويطلعوا لي الاتش. تمام يا شباب؟ في
في اي مشكله كده بالنسبه للضمي؟ ها يا شباب معايا كده؟ معلش يا دكتور عيد تاني. عيد تاني. طيب بصوا بقى، هي فكره الضمي ينفع امسح ده دلوقتي؟ يعني ايه رايكم لو مسحت الخط المنقط ده؟ لو مسحت الخط المنقط ده معناه ايه؟ معناه ان دي بتعتمد على مين؟ على البي بس، صح كده؟ على البي بس. تمام. لو انا ما حطيتش الضمي ده يبقى انا خالفت الجدول ده، خالفت الجدول اللي انا مديهولك. مش انا بقول لك ان الدي بتعتمد على الاي والبي، صح كده؟ طيب لو انا جيت في الرسمه وما رسمتش الضمي دي بقت الرسمه غلط، لان انت كده بتقول لي ان الدي بتعتمد على البي بس. طيب ليه انا ما رسمتهاش بخط بولد زي دول؟ لو انا رسمت الخط ده بولد، طيب ما هو دي اكتيفيتي اون ارو، لازم اكتب اسم الاكتيفيتي. طب مين الاكتيفيتي اللي هنا؟ ينفع تكتب لي ايه؟ هتبقى قررت في الرسمه ايه، وما ينفعش ان انا اكرر اكتيفيتي. يبقى انا ما بكررش الاكتيفيتي، لانك معنى ان انت تكرر الاكتيفيتي معناه ان بتقول لي ان المشروع ده الاكتيفيتي ايه هتتعمل مرتين. يبقى انت كانك بتعمل الاكتيفيتي مرتين، فما ينفعش ان انت تكتب لي هنا ايه. فبتعملها ايه؟ خط منقط وتكتب عليه ضمي اكتيفيتي، لان دي ايماجينري اكتيفيتي او اكتيفيتي ملهاش وجود، ملهاش تايم، ملهاش ريسورسز، ملهاش اي حاجه. طيب هنا هتقول لي طب ما هو نفس الكيس، الجي كانت بتعتمد على الاي والدي، صح؟ طب انت ليه ما عملتش ضمي؟ ما انا ما عملتش ضمي لان الاي ما فيش اللي يمنعها ان هي تدخل على النود بتاع الجي مباشره، لان الاي اهي رايحه للنود بتاعت الجي، والدي ما فيش اللي يمنعها ان هي تدخل مباشره. ليه؟ لان الدي مش بعدها غير اكتيفيتي واحده هي الجي، والاي مش بعدها غير اكتيفيتي واحده هي الجي. لكن مشكله الاي هنا ان هي كان وراها تو اكتيفيتيز، كان وراها السي وكان وراها الدي، فلازم واحده فيهم تتعمل ضمي.